عمتي انت بتعرفي اي شيء؟ لسه كم مره بدي اقول لك يا ابني ما في شيء ما في شيء. فريحة شو صاير مع امي؟ احكي الحقيقه، انا سبب شيء؟ لاني بدي اتزوج معها. انتي شبكي لساتك زعلانه مشان الخاتم؟ هر عني واطلع من هون، يلا اطلع من هون، اطلع لبرا، اطلع. شايفه رجعوا تخانقوا مثل القط والكلب، هدول مستحيل يتفقوا. لساتك فايقة؟ ايه ما اجاني نوم. هو لا انا تتذكري لما قلتي انه الحقد احيانا بيجي نتيجة حب كبير؟ طلع معك حق، أنا شفتهم اليوم، كانت عيونه لأمير عم تشعل نار بس لأنه بيعشقها، حتى لو كرهها بس بيحبها. بس رح ينساها لأنه أمير ما رح يقدر يسامحها، وأنا رح كون جنبه دائما ورح حاول ساعده كمان. ولا من البداية أنت كمان مشاركة؟ هيك بتصير هاي الشغلات ما؟ بالله هلا الأم بتربي بنتها لتبعتها على الجامعة ولحتى تلاقي عريس ويكون متسم لحتى يطالع أهلها من الجورة اللي هن فيها. طبعا بتمنى، ليش مين ما بيتمنى؟ تمنيت لبنتي زواج مثل العالم، وتمنيت عريس منيح كمان، وتمنيت انها تتخلص من هالجورة، تمنيت ما يكون قدرها مثل قدري. انا بشو غلطت؟ ليش في ام ما بتتمنى هالشي؟ واذا هالشي بيعتبر ذنب، فطول عمري رح ارتكب هالذنب كرمال كل ولادي.
أنا آسفة كثير يا حبيبتي، أنا آسفة. فرحة بنتي، هذا الشاب إجا لهون وما بقى بده يروح، نحن منروح، خلينا نروح يا بنتي. ما رح نهرب من هون فريحة يا بنتي، كذبة واحدة صارت 100 كذبة، نحن ما عاد فينا نتحدى الحقيقة، هاي الحقيقة رح تحرق هذا البيت، الظاهر الكل رح يحترق بهاي الحقيقة. هذا الشاب مانو نفس الشاب اللي حبيتيه. بس يا أمي إذا حط هالشي بباله لوين ما رحنا رح يلحقنا، رح نحل هالشغلة. أنا ما عاد فيني أتحمل يا بنتي، ما عاد فيني أتحمل، ما فيني أتحمل وأنا عم شوفك عم تتعذبي. قلتلك رح نحل أمي. فريحة أنا كتير متوترة، وكأنه بكرة أول يوم إلي بالمدرسة مو أول يوم بالجامعة. وأنا هيك صار فيني هديك السنة. لا تخافي كل شي بيتغير. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.